وادي بني خالد، ولاية واقعها أكثر من وصفها روعة وجمالا. تتمازج فيها صور الطبيعة الرائعة ومشاهدها الخلابة من نخيل باسقات في إخاء، وزهور ندية نضرة، ونسيم عذب عليل، وهضاب مرتفعة تشهد على تاريخ أثيل، وأودية غائرة تمر خضراء بين الرواب العالية. إمكانات طبيعية ومخزون حضاري إذا ما وظف بشكل جيد يجعل من هذه الولاية الصغيرة إحدى الجهات السياحية المرموقة. يبلغ عدد قراها 24 قرية وسكانها 12,000 نسمة، يسكنون في بيوت صغيرة مبنية على الطراز القديم، وفي حمى الروابي يستمتعون بما جادت به الطبيعة من جمال. بني خالد حاضرة المنطقة الشرقية تزدان بعقد برونزي من سلاسل الجبال، متاخمة من الشمال لوادي الدما والطائين، ومن ناحية الغرب تحدها بدية، ومن الجنوب ولاية الكامل والوافي، ومن الشرق تجاور صور. لقد وهب الله هذه الولاية في الجانب الشرقي من عمان وجها ساحرا خلابا، وتعكس صفحة المياه النباتات والأزهار البرية، فتبدو في قاعها آية من السحر الأخاذ. في موسم الأمطار يفيض وادي بني خالد بالمياه التي تتغلغل في الأعماق، فتغذي الينابيع وتجري الأفلاج منسابة في الولاية التي تعد من أجمل المناطق السياحية بالمنطقة الشرقية. من عجائب بني خالد تفجر المياه العذبة من بين الصخور الصلدة، والمياه الغضة الباردة تجاور المياه المعدنية الساخنة، وهي تنحدر من علٍ في شكل لاز وردي بديع كشلالات متدفقة. وبالقرب من قمم الهضاب تتفجر العيون فتزدهر الأرض بالخضرة اليانعة. منطقة الجرف هي إحدى المناطق الوعرة في قرية مقل التي توجد بها مغارة باسمها. ومغارة مقل
تبدو صغيرة للعيان، ولكن تتسع في أعماق الجبل، وهي من المناطق الأثرية التي يفيض إليها السائحون. الزراعة في وادي بني خالد لها طابع خاص، فترى الأودية بين الجبال، وهناك الأشجار والمزارع على جوانب الجبال، ويعمل أهالي بني خالد رجالاً ونساءً في محبة وتعاون لزراعة العديد من المحصولات الزراعية في تلك الولاية ذات التضاريس الصعبة، حيث يزرع هناك أجود أنواع النخيل مثل المدلوك وأبو نارنجة والمانجو أو الأنبا والليمون والموز. وفي المرتفعات نجد شجر السعتر والمقل، كما توجد شجرة السداد، كانت أوراقها وأفرعها تستخدم كعقاقير لبعض الأمراض. بني خالد عمران يتسع وطبيعة جميلة. التحديث امتد إلى قمم الجبال.